أصدقائي الأعزاء، هل تعلمون أن الأحوال الجوية في فلسطين تتأثر بمناخ البحر الأبيض المتوسط، وأنها ستتحول في المستقبل إلى بيئة ذات مناخ حار وجاف؟ هذا بسبب الاحتباس الحراري والتغير المناخي الذي يحدث في العالم. بعض المناطق مثل نابلس وأريحة والقدس والخليل وقطاع غزة هم عرضة للحرارة المرتفعة أكثر من غيرها من المناطق، وبعض المناطق مثل دير البلح وغزة وعسقلان معرضة لارتفاع مستوى سطح البحر. وفي هذه الحالة ستتأثر الزراعة سلباً في طوباس ورام الله والخليل لأنها تعتمد على مياه الأمطار. وأيضاً بما أن فلسطين معزولة جغرافياً واقتصادياً واجتماعياً عن باقي العالم بسبب الاحتلال الإسرائيلي، فنحن نواجه مستقبلاً خطيراً. تخيلوا معي مناطق الصيد المحدودة في قطاع غزة والذي سينتج عنه الصيد الجائر والذي يسبب انخفاضاً في مستوى المياه واختفاء الأسماك. وانظروا للوضع السياسي في فلسطين بما في ذلك بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وجدار الضم والتوسع ومحدودية الأراضي المسموح البناء فيها، وهذا أدى إلى التوسع العمراني الناتج من الكثافة السكانية على حساب الأراضي الزراعية والمناطق الطبيعية في البلاد. إذن يا أصدقائي، ما الذي يجب أن نفعله الآن؟ الحد من التجزئة الإقليمية والبيئية للأرض، وهذا سيؤدي إلى تحسين التخطيط المكاني. الاستخدام الفعال والمستدام للطاقة البديلة والمياه. البحث عن طرق واعية لصيد الأسماك لوقف النضوب. هيا أصدقائي لنحمي كوكبنا الجميل من التغير المناخي.